هو واحد من أهم إن لم يكن أهم صناع النجوم في مصر في السنوات الأخيرة. لا ينكر أحد من تلامذته الذي يحب أن يسميهم أولاده فضله في النجاح والتألق وتسليط الأضواء عليهم بشكل كبير. ولد خالد جلال في 3 نوفمبر وبدأ حياته الفنية من خلال المسرح بكلية التجارة جامعة القاهرة. أنشأ فرقة مسرحية أطلق عليها فرقة لقاء مسرحية، وقدم من خلال عروض كثيرة بعضها من تأليفه. حصل خالد على العديد من الجوائز كمؤلف ومخرج، ثم قرر صقل الهواية بالدراسة الأكاديمية في المعهد العالي للفنون المسرحية، وحصل على منحة في الإخراج المسرحي، وسافر إلى روما للدراسة ومطالعة التجارب الفنية في الغرب. وعندما قرر العودة إلى مصر كان قرار الوزير الفنان فاروق حسني تعيينه مديرا لمسرح الشباب أثرا في تغيير الأوضاع بالمسرح، وكان عمره وقتها 28 سنة، واعتبر أصغر مدير فرقة في ذلك الوقت، ثم تولى مركز الإبداع الفني في عام 2002، ثم رئاسة مسرح الغد، ثم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وأخيرا الإشراف على مركز الإبداع والذي قدم من خلاله مسرحية الحدث، قهوة سادة وغيرها من العروض، ومؤخرا بعد الليل، كما كتب سيناريو حوار العديد من الأعمال السينمائية، وقام بإخراج العديد من الأوبريتات الاستعراضية مثل أوبريت أم الدنيا، حيث كون ثنائيا ناجحا مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، حيث كتب لها أكثر من عمل مثل تم دستة أشرار والأنسة مامي، وأخيرا جواز ميري. معنا ومعكم في ضيافة عصا الأبيض المخرج والسيناريست صانع النجوم الدكتور خالد جلال. عارفين العظيم رمسيس نجيب مكتشف النجوم؟ فاكرين كل الأبطال اللي على إيده مالوا الدنيا شهرة ونجاح ومن بعده بقوا الموهوبين أيتام لا راعي لهم ولا داعم؟ حتى جاء في الأزمنة الجديدة هذا الخالد وعمل مصنع لإنتاج وتصدير النجوم إلى السينما والمسرح والتلفزيون. سماه إيه بقى؟ سماه مركز الإبداع. في الحقيقة هذا الخالد في حد ذاته مركز إبداع لوحده. هو ممثل محترف، سيناريست متميز، مخرج عبقري، صانع نجوم. كل دول بقى ضيوفي النهاردة في قالب واحد اسمه الخالد، خالد جلال. شفت بقى؟ ايه الكلام الجميل؟ أرجوك، انا مش عارف اقول لك ايه. انا لا حقيقة خالد انت منورنا. اولا انا احنا من ساعة ما ابتدينا البرنامج احنا تقريبا ابتدينا من حوالي في نص مارس تقريبا، وانا من اوائل الاسماء اللي كنت عايزة ان انا اعمل معاه حوار هو انت، بس سبحان الله يعني كل حاجة ليها اوان. طب. شوف انا فضلت ابقى عايزة اعمل معاك حوار وبعدين بتنشغل انت في بروفات حاجة في مثلا عروض معينة، بتسافر بترجع بتاخد جوائز لحد المنصب اللي لسه واخده اهو. شوف طازة، فانا بنت حلال مصفي ولا لا؟ طبعا ارجوك. طبعا بنت حلال جدا. اولا مبروك على المنصب الجديد، ربنا رئيس قطاع الانتاج الثقافي. بص يعني انا حاسه ان المنصب ده هيثمر على ابداعات كتير، لان انت احلامك كشخص لا تنتهي وياما عثرت علشانها. بس انا ليا تحفظ كده بسيط عايزاك تصححه لي. يعني انا بحس اوقات انه المناصب بتاخد من انشطه الفنان، يعني بتايده سنه، ما بتخليهوش بحريته. صحح لي ده. يعني أنا دايما بحاول أن أنا أفصل الجزء الجانب الفني عن الجانب الإداري، وإن كان الجانب الإداري والفني داخلين مع بعض قوي في حكاية قطاع الإنتاج الثقافي دي، لأنه قطاع الإنتاج الثقافي هو اللي بيشرف على أماكن كتير جدا خاصة بالإنتاج الثقافي زي البيت الفني للمسرح والبيت الفني للفنون الشعبية والمركز القومي للمسرح والمركز القومي للسينما ومكتبة القاهرة ومكتبة الفسطاط مجموعة ومركز الهناجر للفنون. يعني قصدي كل دول تحت إدارة القطاع الإنتاج الثقافي، وهي كلها أماكن مبدعة وكلها أماكن المفروض أنها تعمل حالة من حالات التنوير والثقافة. يعني أكيد. فأنا الشغل ده هيبقى ممتع جدا بالنسبة لي. أنا استمتعت بشغلتين في الواقع. الشغل الأولانية هي كانت في صندوق التنمية الثقافية لما كنت مسؤول عن صندوق التنمية الثقافية، لأنه أيضا صندوق التنمية الثقافية من الأماكن اللي ما فيهاش بيروقراطية
الديمقراطيه والاماكن اللي متحركه جدا والاماكن اللي فيها مراكز الابداع اللي منها مركز ابداع الاوبرا اللي دار الاوبرا اللي موجود في دار الاوبرا. فكانت الشغل فيه وانا يعني اول ما بدات حياتي بدات جواه في مركز الابداع في صندوق التنميه الثقافيه، فاستمتعت جدا بيه وكانت ما كنتش حاسس بالثقه الاداري جنب الشغل الفني. في المكان ده اعتقد انه رغم الارهاق لانه طبعا اضخم في اماكن كتير جدا تابعه له كده، انا لسه كنت عايزه اقول لك انها تركه كبيره قوي بالظبط، وفي حاجات محتاجه طبعا اعاده صياغه وفي حاجات محتاجه اعاده بناء وحاجات محتاجه تطوير وحاجات محتاجه روح مختلفه عن اللي هي موجوده فيها، لكن دايما بحس بمتعه في الحاجات اللي بينتج عنها ابداع، يعني بينتج عنها منتج فني. طب انت هتبتدي بايه؟ ايه اللي حاسس ان هو عايز مجهود خالد جلال في البدايه؟ لا هو يعني من ضمن الفروع دي كلها كلهم بالنسبه لي مهمين، كلهم بالنسبه لي المفروض ان هم يتحركوا بنفس القدر، لكن مثلا في اماكن في مكان زي مثلا مركز الهناجر للفنون كان في عصره الذهبي ايام الدكتوره هدى وصفي، وكنا واحنا شباب نقول هو احنا ينفع نخش نقف على خشبه مركز الهناجر؟ يعني لازم المكان ده يعود له رونقه وتعود له كمان، لانه يعني في فترات مرت كان ممكن اي حد يخش يعمل في مسرح كده، كانت زمان كان ابهاره في الورش المسرحيه اللي بتيجي من الخارج، الفرق المستقله اللي كانت بتعرض جواه، الشباب اللي بيطلعوا من جواه، يعني يكفي انك انت تعرفي انه مثلا دكتوره هدى وصفي من المكان ده طلع منه خالد الصاوي وخالد صالح وطارق سعيد ومجموعه من المخرجين وعبير علي، مجموعه من المخرجين اللي هم مالوا الساحة الفنية على مستوى الاحتراف سواء مخرجين أو ممثلين، لأنهم كانوا كمان بيشتغلوا وركشوبس قصيرة مع مخرجين جايين من الخارج ومخرجين مهمين جدا من مصر. كرم مطاوع أخرج جوه مركز الهناجر للفنون لشباب، كان معاه جايب لهم بس الأستاذ عبد الرحمن أبو زهرة، لكن كان معاه مجموعة كبيرة من الشباب. نور الشريف الله يرحمه أخرج جوه مركز الهناجر للفنون، فهي كانت عاملة حالة وهج كبير، عصر ذهبي يعني. عصر ذهبي المركز الهناجر للفنون. بس انت بتعمل كده برضه في مركز الابداع بالظبط، كل الناس اللي على الساحه دول من انتاج مصنعك. ما هو مركز الابداع ده كان الحلم بتاعي، عشان كده مركز الابداع ده ال 20 متر ال 30 متر اللي جواه دول خشبه المسرح اللي انت حضرتي فيها العروض اللي كانت موجوده، بالنسبه لي اهم من اي حاجه، لاني بعتبر انه الناس اللي انا بشوفهم على الساحه دلوقتي دول هما اللي بيدوني الطاقة وبيحسسوني ان الوقت ما راحش هدر، وانه انه لما جيت من 12 سنة قعدت كده مسكت المسرح ده وتقال لي ايه هتعمل فيه ايه؟ هتعمله مكان يعني مسرحيات ينتج مسرحيات زي البيت الفني للمسرح وغيره، ولا هتعمله شكله عامل ازاي، ولا زي الهناجر بيعمل ورش صغيره وبتاع؟ وبعدين رحت انا اقول لهم لا، قلت للاستاذ فاروق حسني اللي هو وزير الثقافه في هذا الوقت، قلت له لا انا عايز اعمله ورشه تصنيع وخلق سبحان الله، ده انا الوصف ده جايباه انا من احساسي بيك يعني، فانت يعني فعلا كنت حاطط في ذهنك ان هو تصنيع طبعاً، ويقعدوا فتره طويله يدرسوا مع بعض استعراض وغناء والقاء وتمثيل سينمائي وتمثيل تلفزيوني وتمثيل مسرحي وارتجال واتيكيت وبيدرسوا حاجات كتير جدا وتصوير فوتوغرافي لغايه ما نخرجهم للوسط الفني ونقدمهم للوسط الفني. ولما ابتدينا المجموعه الاولانيه اللي طلع منها بقى نضال الشافعي ومحمد شاهين وبيومي فؤاد وايمان سيد وسامح حسين وياسر الطبجي، والمجموعه الاولانيه اللي خرجت دي وبقوا كلهم بسم الله ما شاء الله نجوم لامعه، يعني دول اكتر ناس كانوا مصدقين رغم ان ما فيش اي حاجه تثبت انه يمكن يحصل حاجه، انه ده هيكتمل، انه الحلم ده هيكتمل. يعني نضال الشافعي ده حالم كان متميز جدا في معهد فنون مسرحيه، ولما دخل المكان عندي قعدنا نحلم مع بعض لغاية ما جه في يوم شريف عرفة شافه في عرض تخرجه فعلا وقال له أنت تمشي دلوقتي تخرج من هنا على عندي على مكتبي مباشرة. على فكرة ده مش نضال بس، ده كلهم العروض اللي أنت بتعملها من خلال مركز الإبداع الناس بتيجي تاخد النجوم من عندك وتوزعهم في أعمال كتيرة جدا يعني، وكلهم دلوقتي مالين الساحة. طب أنا هو طبعا ده سؤال متقدم شوية، لكن أنا عايز أعرف ابتدى من إمتى مركز الإبداع يعني تحديدا؟ يعني تقريبا إحنا كم دفعة اتخرجت منه لحد دلوقتي؟ إحنا حاليا بصدد تخريج الدفعة الرابعة منه.
منه، لان احنا خرجنا الدفعه الاولى اللي هي الدفعه اللي انا قلتهم دول. بس الدفعه الاولى دي كانت 4 سنين افتكر، اول دي قعدت، لا دي قعدت حوالي 3 سنين، 3 سنين ونص بالظبط كده. بعد كده احنا بناخد وقت كبير قوي ما بين الدفعه والثانيه، حوالي 7-8 شهور، لان احنا بيقدم عندنا الاف. صحيح. فبنقعد نمتحن، يعني انا بقعد الاختبارات بتقعد مثلا لمده 4 شهور، بقعد كل يوم امتحن من الساعه 2 الظهر لغايه الساعه 11 بالليل ناس، عشان اخد ال 200 واحد اللي يستحقوا ان يحصلوا على هذه المنحه الدراسيه المجانيه من صندوق التنميه الثقافيه. صندوق التنميه الثقافيه هو اللي بيمول مركز الابداع الفني، وهو اللي بيدعم كل انتاجه، لانه بيتبعه المركز، بيتبع صندوق التنميه الثقافيه. فبنقعد نمتحن 4 شهور لغايه ما يطلع الولاد اللي يستحقوا هذه المنحه المجانيه، النادرين دول اللي هم بيعرفوا عندهم مبادئ التمثيل والغناء والاستعراض، ونقدر نكمل معاهم مشوار صناعه نجوميته. دخلت الدفعه الثانيه اللي هي كانت دفعه قهوه ساده، اللي طلع منها بقى كل الشباب، محمد فراج وهشام اسماعيل وحسام داهر وحمزه العيلي وعمرو عبد العزيز ومريم السكري ومجموعه كبيره جدا طلعت ايضا من الدفعة الثانية. التالتة بقى اللي هي بتاعت بعد ليه؟ التالتة بتاعت بعد ليه اللي هي بالنسبة لنا، لا التالتة حاليا اللي هي تالت دفعة كبيرة، هي الدفعة اللي هي كل بتوع تياترو مصر منها، اللي هم الولاد بتوع تياترو مصر كلهم. تمام. منها اللي كان اللي منها ساره سلامه، ومنها المجموعه بتوع تياترو مصر، ومنها مجموعه اللي بتعمل دلوقتي منهم ايضا جزء منهم في مسرح مصر، المجموعه الجديده. ده خدهم يعني بلا اشرف عبد الباقي وراح عمل بيهم. طبعا عمل بيهم شغل في اكتر من مكان موجودين. دول لسه ما اتخرجوش، دول هيتخرجوا، يعني احنا بنعمل لهم حاليا عرض التخرج بتاعهم. الدفعة بتاعت بعد الليل هي أول دفعة من ذات الدفعة ذات المصروفات الدراسية دي. دفعة دراسة فيها 6 شهور فقط، ودي بتتعمل موازية للدفعة الكبيرة اللي بتقعد 2-3 سنين دي. في دفعات أصغر قصيرة، بس دول بيدرسوا تمثيل بس. تمام. فدول عملوا، بس انت عندك فروع يعني اللي انا عندي اقسام اخرى، ديكور وتمثيل واخراج كمان. وعندي قسم الاخراج بيشرف عليه المخرج الكبير استاذ عصام السيد. وعندي قسم لتصميم الديكور والازياء بيشرف عليه فناننا التشكيلي القدير دكتور ناجي شاكر والاستاذه نعيمه عجمي، ودول طلع منهم عباقره، شباب هايلين في مجال التصميم الديكور والازياء والاخراج المسرحي، طلعوا ناس كويسين قوي. يعني احنا عندنا في بنت من افضل مصممات الازياء دي، دخلت عندنا وهي لسه متخرجه من كليه فنون جميله اسمها مروه عود، ودخلت وصممت، وصلت بقى انها صممت حاجات كبيره جدا، منها مثلا اوبريت 6 اكتوبر اللي انا كنت اخرجته. الله. بالظبط. وهذا عمل ضخم جدا. لا، ومسؤوليه جدا، مسؤوليه خرافيه. وهي كان سنها صغير، ولما جبتها قلت لهم دي اللي هتصمم الازياء في الاوبريت. يعني حصلت حاله من الدهشه، لانه عرفت بقى تسيطر ازاي على هذا الكم من الراقصين، تعمل ازياء يعني الاف طبعاً. الاف القطع، كميه كبيره من الناس. فدي طبعاً. دي تربيه مركز الابداع طبعا. وفي بقى مخرجين شباب زي اسلام امام، اللي هو دلوقتي بيخرج افضل يمكن المسرحيات اللي موجوده في البيت الفني المسرح، وهاني عفيفي وريم حجاب وعبير علي، ومجموعه كبيره من المخرجين المميزين جدا اللي اتخرجوا من تحت ايد عصام. طب انت بتحس بايه بقى لما كل اولادك دول يقولوا الفضل الاول لربنا والخالد جلال بايه؟ يعني بيجي لك احساس بايه ان انت خرجت كل المواهب دي؟ ايه يعني بقى؟ لا انا عايز يعني، ما انا بقول لك، انا من الحاجات اللي بتاثر فيا جدا ان انا بقى قاعد اشوفهم على شاشات التلفزيون، بيحصل لي حاله من الرضا الفظيع. انا شايفاك بتدمع على فكره. طبعا انا شايفاك بتدمع. لا لان هم يعني هم نتاج السنين، يعني صحيح. هم نتاج الوقت والاحساس بانه اللي انت قلته في وقت من الاوقات، وكل الناس كانت بتقول مش هيحصل حاجه، ما ده زي وزي اي ورك شوب بتتعمل في اي، يعني اي ورك شوب بيتعمل في اي مكان لا ده مختلف، ده حلم مختلف. عشان كده انا الكام سنه اللي فاتت اتعرض عليا مثلا كذا مره ان اروح مثلا البيت الفني المسرح، امسك البيت الفني المسرح، امسك البيت الفني مره تانية للفنون الشعبيه، اروح مش عارف ايه. لكن اي مكان كان بيعرض عليا مشروطا بان انا اسيب مركز الابداع الفني كنت برفض اروح. يا سلام. انا كنت ده هيخليني اسالك سؤال. انه اكيد نجاح التجربه اللي انت عملتها معاهم دفعت ناس انه 100% عرضوا عليك انك انت تروح تعمل ورش فنيه مش بس في مصر، في الخارج كتير. ده صحيح؟ كتير. لا انا عايز اقول لك انه اللي في الخارج دي بروح اعملها، يعني انا رحت كذا مره عملت ورك شوبس في اكتر من مكان. لكن دي بتبقى مدتها قصيره قوي، 15 يوم مثلا على اقصى تقدير. حاجة انا كمان بسيطة يعني. انا كمان ما اقدرش اسيب
مصر اكتر من 15 يوم. بيحصل لي حالات الجنان مهما بلغت درجة الرفاهية في المكان اللي انا رايحه. ما اقدرش يعني بيجي لي حالة من حالات الحنين الشديدة لبيتي لبلدي يعني للمكان. بس في مصر بقى اتعرض عليا كتير قوي ان انا اعمل ده بشكل بره. صحيح. ودايما كنت برفض. هو ده اللي انا قصدي عليه، انه انت تلقيت عروض في الخارج انه انت تعمل مركز ابداع للناس اللي هم في البلد الفلانيه او العلانيه. انت ما يعني زي ما نقول ايه، مدرب بيحترف بره. لا لا خالص نهائيا. يعني رفضت رفض قاطع يعني لعده اسباب. بس انا هذا المكان اللي بيتبع للدوله جوه وزاره الثقافه جوه صندوق التنميه الثقافيه، مسرح صغير يمكن نص المكان. نص المكان، نص الاستوديو. ده صحيح. ازاي تعرف تشتغل فيه من غير موظفين؟ مفيش موظفين جوه المبنى بتاع مركز الابداع الفني خالص. يعني يمكن ده، ودي كانت من حالات الذوق لما دخلنا المبنى، مبنى فخم جدا، بعدين دخلت واحنا بنشوفه اول مره. فكان الاستاذ فاروق حسني بيخش بيتفقده سنه 2002. فقلت له امال فين يعني فين الناس اللي هنا؟ قال لي ما هو هنا مفيش مكاتب. يا خبر ابيض، هنا مفيش مكاتب، هنا مفيش حد قاعد ورا على كرسي في مكتب، هنا كل اللي بيخش المبنى ده يشتغل. اللي يخش المسرح يعمل مسرح، اللي يطلعوا في السينما يعملوا سينما، اللي يخشوا الفيديو تاك يعملوا، اللي يطلعوا مدرسة الرأس الحديث يطلعوا مدرسة الرأس. مفيش حد بيقعد على مكتب، احنا مش عاوزينه يبقى زيه زي الأماكن التانية. صحيح. وطبعا طول الوقت لأنه مدعوم من جهة زي الصندوق التنمية الثقافية دي، فأنت كل وحداتك الإدارية والمالية جوه المكان ده، والفن بس هو اللي جوه المبنى ده. بس ده مشي على هواك يعني، لانه جداً. انت برضو يعني جداً. انت كنت بتدور على المكان اللي يبقى مليان فيه فن ويتحقق فيه احلام. طبعا. طيب قهوه ساده كان مقدر ليها 30 يوم عرض. تحولت من 30 يوم عرض ل 365 يوم. وعملت نجاح غير طبيعي، ولفت محافظات ولفت بلاد. وبعدين بعد كده عملت رائعه جديده اللي هي بعد الليل، وبرضو أنا حاسة إن هي كانت مقدر لها وقت معين وتجاوزت هذا الوقت. السؤال بقى، أنت في مد تصاعدي يعني بعد ما عملت القهوة سادة، عايز بقى ما تكتفيش بالنجاح بتاعها، عايز تعمل كمان بعد الليل، ما خفتش من مقارنة الناس إنهم يقارنوا ما بين قهوة سادة وما بين بعد الليل؟ طول الوقت يعني أنا بشتغل كما يعني بنفس الطريقة اللي أنا بشتغل بيها مع من أول الدفعة الأولى. في عرض كان مهم قوي كمان في الدفعة الأولانية كان اسمه هبوط اضطراري. هبوط اضطراري ده الدفعة بتاعت نضال وكده، كانوا عاملين عرض جميل جدا. بس احنا في المرحلة الأولانية دي كنا عاملين جدول محدد جدا المدة وكده، فاتعرضت وقت قليل وكنا لسه بنثبت نفسنا يعني كنا لسه بنحاول نثبت نفسنا. فاما جينا عملنا قهوه ساده وحصل لها هذا النجاح الاسطوري يعني انا دي اتعرضت فعلا، قعدت 365 يوم على عامين، منهم 120 ليله عرض كانت بتتعرض مرتين في اليوم. يعني هي مش 365 ده هي الدبل. يعني مضروبه في اثنين يعني. مضروبه في اثنين يعني، كنا بنعرض الساعه 8 ونعرض الساعه 10 مرة تانية، رغم ان العرض طويل، العرض مدته ساعة 35 دقيقة، فكانوا يعني بيستريحوا ربع ساعة ويعيدوا عرضه مرة تانية، لان كان في واقف على الباب ناس كتير جدا جدا جدا، لدرجة ان احنا بنضطر نعرضه مرتين في اليوم بشكل دائم. فبقى في الناس عارفة ان في 8 وفي 10. وعلى فكرة في ناس بتتفرج على العرض يجي 7-8 مرات. كتير. يعني كتير. يعني انا عايز اقول لك، انا من ضمن اللحظات النادرة بالنسبة لي في قهوة سادة دي، كنا بنعرضها في رمضان. وبعدين رحت في اليوم ده المسرح بدري، رحت الساعة 2 فلقيت ولاد قاعدين قدام الشباك اللي بياخدوا منه التذاكر. فقلت لهم انتوا واقفين كده من بدري قوي. قالوا لي لا، ما احنا بنحجز المكان بتاعنا من دلوقتي في رمضان. فقلت لهم انتوا يعني انتوا مش صايمين؟ قالوا لي لا، احنا اصحابنا المسلمين قاعدين هيفطروا جوه، واحنا قاعدين بنحجز لهم المكان، اول ما هم يخلصوا ويجوا احنا هنروح احنا ناكل، احنا واقفين نحجز المكان. ده هم بيعملوا تبادل. بيعملوا تبادل. اللي فيهم دلوقتي يقدر بيأكل. يقف بالظبط، اللي بياكل يفضل قاعد هناك، واللي يقدر يقف دلوقتي لحسن بعدين المكان يتاخد. ولا هم جايين مع مجموعه مع بعض من الجامعه حوالي 25 واحد، ومقسمين نفسهم كويس، اللي مش هيستحمل بيقعد جوه واللي يستحمل بيقعد هنا. ففي حاله من حالات الناس كانت بتتصور لما ياخدوا التيكت يتصوروا وينزلوه على الفيسبوك.
ان هم عرفوا ياخدوا حاجه موثقه يعني حاجة. وعرضنا 365 يوم واتعرضت بعد كده وسافرت بعد كده حوالي 6 دول يعني بره مصر، واتعرضت في مصر جوه في اسكندريه، كانت في مكتبه اسكندريه، وكان مسرح كبير قوي فيه 2200 كرسي كبير كده. والليلتين اتباعوا بالكامل قبل ما نروح نعرض، يعني كانت حاجه حلقه كانت اسطوريه كده. انت كمان حاسس انه بعد الليل، انا شايفه انه بيحصل عليها تعديلات على طول كل شويه، وبتضيف عليها حاجات جديده، حاسس ان انا كمان لسه هتستوي اكتر وهتفوق، انا شايفه انها هتفوق كمان نجاح قهوه سادة. هي بعد الليل اتعرضت، وكان دي كانت الدفعه اللي هي مقرر ان هي تعرض مثلا 5-6 ايام، وبعدين فجاه زحمة. ما انت كل حاجاتك كده خلت يعني انت الاول بتبقى يعني مقدر انه 30 يوم فتبقى 700 يوم، ما بنعرفش 5 ايام يبقوا 5 سنين، ما يعني بنعرفش. يعني مثلا من الحاجات الغريبة اللي حصلت مثلا في قهوة سادة، انه حصل طلب احاطة في مجلس الشعب من النواب عن العرض ده. لا مش فالناس يعني في الوزاره راحوا على اساس انه يعني دي هيحصل مشكله، يعني في حاجه بتتقال عن العرض بيقولوا مثلا حاجه. فقالوا انه بيطالبوا بمد العرض، بمد عرض قهوه سادة، طلب احاطه علشان مد العرض المسرحي، ان هو يتمد لانه كان هيخلص ارو في البتاع ان هو يتمد. كان في اعضاء مجلس الشعب كتير جم من اللي اتفرجوا عليها، وكان ناقص ناس كتير ما شافوهاش، فراحوا عملوا كده، وطلع وزير الثقافة فقالوا له في مسرحية مميزة موجودة في مكان اسمه مركز الإبداع الحاجة، ونزلت في الجرايد، اتكتب في الجرايد كده. يعني احنا في الكتاب اللي احنا عملناه عن قهوة سادة منزلين الخبر ده، كان نازل في الجمهورية انه طلب احاطة بمد مسرحية كذا كذا، لانها نموذج للمسرحيات الهادفة واللي بتعمل كده واللي بتنتقد من اجل تجميل المستقبل وبتعمل كذا 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 كذا. خلي بالك بقى انه مجلس الشعب خلاص يعني ان شاء الله باذن الله مرحلتين ويخلص في يناير. كمل بقى بعد الليل لحد يناير عشان هيبقى في طلب احاطه جديد على فكره. عاوزين يخلص بسرعه عشان يطلبوا يمدوا العرض. بالظبط كده. طيب خلينا نروح عند ناحيه السينما. انت ليك تجارب طبعا سيناريست جميل جدا، وليك تجارب اجتماعيه بتدي بعد كده اجتماعي ورساله موجهه للاسره. عملت تمن دسه اشرار، عملت جوازه ميري، عملت الاناسه مامي. في الأنسة مامي بقى تحديدا، أنا حاسة أنك أنت تناولت بشكل ساخر قوي نظرة المجتمع للمرأة الطموحة اللي بتحاول، المجتمع بيحاول أن هو يحصرها في دور الزوجة الأم الحبيبة، مش عايز أنها تبقى طموحة بالشكل ده. أنا طبعا الاتجاه ده حاسة أنه هو لسه يعني ده قديمة يعني، بس أنا شايفة أنه هو مطروح بقوة دلوقتي رغم كل الحاجات اللي احنا يعني في دلوقتي نماذج مشرفة جدا، نساء في أماكن حيوية جدا، وفي نفس الوقت محافظين برضو على بيتهم وعلى أسرهم وكل حاجة. فقول لي بقى الطرح ده انت. لا بس الأنسة مامي تحديدا ايوه كان بيتكلم على كان بيتكلم على فكرة انه هي ياسمين لما وضعت في الحلم بتاع انها بقت ام ليها 17 عيل في الاول ما كانتش حابة هذا الوضع، لكن في النهايه تمسكت بالبيت وحست بدفى البيت وحست انه ده ما يتعارضش، يعني انه طموحها ما يتعارضش مع الحكايه. طب انت بتخاطب يعني المراه ولا بتخاطب المجتمع؟ لا انا احنا بنتكلم على الناس اللي رافضين لفكره الاسره وتكوين الاسره وكده. بحجه عايز أقولك بس العمل انه ياسمين مثلا، ياسمين هي الـ نقطه الانطلاق دايما. ياسمين سيده طموح جدا جدا، ما بتنامش. دي واحده، دي فنانة ما بتنامش، دي بتقعد تشتغل على شغلها وبتتصل في أوقات غريبة، يعني بتصحى الساعة 3 الصبح تروح قايلة هو حصل إيه في الحاجة الفلانية، الساعة 6 الصبح تروح متصل أنتوا خلصتوا يعني. واحدة ما بتنامش طول الوقت وقلوقة طول الوقت، ده يمكن السر في إنه ياسمين من الناس. هي طبعًا تريد مارك عند الأسرة، عند الأطفال والأكبر. بس وتريد مارك عندك كمان، يعني أنا كان سؤالي إنه أنت بتشوف إيه في ياسمين مختلف عن بنات جيلها، لأنه ياسمين كانت في تمن دسة أشرار، ياسمين كانت طبعًا في جوازة ميري، ياسمين كانت طبعًا في الأنسة مامي. في الأنسة مامي. وكمان في التجربة الجديدة اللي هتصورها دلوقتي، دي إيه بقى يعني من غير بقى ما تحرق لنا التفاصيل. في 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 حالة من حالات الكيمياء اللي موجودة، كيمستري كده موجود في 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 طريقة تفكيري وطريقة تفكير ياسمين. انا بشوفها نموذج ناجح جدا، ونموذج قدرت انها تبقى الوحيده اللي ممكن يجي لها ايرادات بحجم النجوم الرجال. تمام صح مظبوط. وقد تتفوق في كتير من الاحيان على النجوم الرجال، يعني واقفه قصادهم يعني كتير يعني وقفت، والسنه اللي فاتت عدت ناس وكده، وبتعشق شغلتها.
بتعشق الشغلانه بتاعتها وعندها حاله من حالات الـ الـ القبول الشديد مع الطفل ومع العيله. ده صحيح. هي حبيبه الاسره كلها. هي موصل جيد للرسائل. تمام. يعني انت لو عايز توصل رساله مظبوطه لدول او وقد تكون موصل بقى تبقى خطر لو توجه بيها رسائل مش مظبوطه. هي بنختار لها دايما النماذج المظبوطه وهي بتختار النماذج المظبوطه. حتى الفيلم الجاي بيتكلم برضو على المراه الطموح ورغبتها في انها تثبت نفسها ورغبتها في انها تثبت ذاتها. هي طول الوقت دي قضاياها اللي هي بتحب تناقشها بتحاول لان هي اثبتت نفسها فبتحاول تخلي بقيه السيدات يعرفوا انه مهم انك تثبت نفسك ومهم صحيح. انك تحقق وفي نفس الوقت انت بتحافظ على على طبعًا. اسرتك طبعًا. طيب بمناسبه الاسره بقى انا عايزه مفيش حد يعرف يعني عارفين خالد جلال المخرج والسيناريست والممثل طبعا بس محدش يعرف خالد جلال الزوج والاب ابو البنات فانا احكي لي عنه شويه كده بسيطه يعني اللي احنا خلاص في الاندنج بتاع الحوار وانا مش عايزاه يخلص كالعاده طبعا بيضايقوني كل مره يقولي تايم بيخلص انا ممكن اقعد 3 ايام على فكره بس مش عايزه ازعل حد يعني فقول لي بقى ايه بقى خالد جلال الزوج والاب انا 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 يعني زوجتي هي اسمها علا فهم وهي مشرفانه بتتفرج علينا دلوقتي اكيد بتتفرج علينا دلوقتي ورا الكاميرات يا جماعه وبنسلم عليها كلنا وهي متخرجه من معهد علي الفنون المسرحيه قسم نقد وكانت معايا في المعهد في نفس الوقت بس هي كانت سابقاني بسنه لان انا كنت داخل بعد الجامعه انا دخلت بعد الجامعه وبعد ما خلصت الجيش هي كانت موجوده في المعهد وبعد ما اتخرجنا اتجوزنا وانجبنا بنتين ملك ونور وهي بتشتغل معايا طول الوقت عشان كده بقول لك هي كمان من النوع اللي بيحقق ذاته طول الوقت هي مراتي بتشتغل معايا المخرجه المنافسه بتاعت كل الاعمال اللي شفتيها العروض والحاجات دي كلها وهي مهمه ثقيله جدا لان انا مخرج رزق يعني انا مخرج مش سهل ارضائي من فريق العمل اللي معايا فهي بتشيل جزء بتشيل تقل كبير انه هي بتبقى مسؤوله عن كل الكرو اللي بيشتغل معايا سواء بقى بتوع الديكور او الازياء او الاضاءه او انت مخرج صعب ارضائك وزوج صعب ارضائك كمان ولا مخرج صعب ارضائك بس هو والله بحب يعني لا يعني ولا انا اللي اسالها ولا انا لطيف ومؤدب بس انا قصدي ان كل المخرجين وكل الفنانين في العموم حياتهم مش سهله وهي يعني دايما بقول الله يكون في عونها يعني ما بقولهاش الله يكون في عونها بس جوايا بقول الله يكون في عونها لانه انا طول الوقت في حاله عمل وطول الوقت في حاله تفكير وفي لحظات يعني تلاقي مثلا عندنا عيد جوازنا يجي مع افتتاح اللي مش عارف يعني عيد جوازنا اللي هو المفروض الناس وشاديه وصلاح ذو الفقار والبوري يعني انت ما بتعملش كده انت بتروح تحضر افتتاح المهرجان بتاع المسرح وبتروح عندك شغل وعندك اجتماع في نفس اليوم فهي الله يكون في عونها يعني لكن هي مستحمله واستحملت وهتستحمل وربنا يخليكم لبعض اخر سؤال بقى اخر سؤال قبل ما نختم البنات بقى لو حبوا ان هم يحترفوا هذه المهنه الجميله هل هيروحوا مصنع انتاج النجوم اللي هو مركز الابداع ولا هيروحوا في حته تانية هتوافق ملك ونور لا هوافق طبعا عشان تبقى عيله فنيه والا ما كنتش اشتغلتها يعني اصلا انا مش مزدوج الوجه يعني ما ينفعش اشتغل حاجه واقول لا ده ما تنفعش الولاد يشتغل يعني ما يعني انا بشتغل والولاد اللي بيدرسوا عندي الفتيات والاولاد اللي موجودين دول نماذج مشرفه جدا واتمنى ان هم لما الولاد يكبروا يبقوا زيهم يعني في ولاد يفرحوا فقصدي ان هو بس لو راحوا في حته تانية هضايقهم طبعا ما ينفعش يبقى بعيد عن مركز الابداع لا هو هي الفكره ان هم عايشين معايا هم شايفيني طول الوقت انا ما بعرفش اعيش من غير عيلتي يعني ما بعرفش اشوف يعني هم بيحضروا احيانا بروفات بيحضروا احيانا عروض بيحضروني احيانا وانا بتكلم فاهمين ايه عندهم ذائقه فنيه كبيره عندهم الاثنين عندهم ذائقة فنية كبيرة الكبيرة نور اعتقد ان هي ليها ذائقة فنية قوي في حكاية الاخراج والرسم وكده الصغيرة ملك عندها ذائقة فنية في حكاية التمثيل فهم الاثنين والاثنين انا بقى بضطر اقعد يوميا اتفرج عليهم هم الاثنين بيمثلوا كل المسرحيات بيحفظوا المسرحيات بيتفرجوا على المسرحيات ويحفظوها وانا اقعد بالليل وطلب بعد ما انهي يوم شاق جدا من الشغل ان انا ارجع ولو ما اتفرجتش طبعا بتبقى يوم لا احنا هنستضيفهم قريب على فكرة ده اكيد هنستضيفهم قريب
طيب انا طبعا بشكرك على الحوار الراقي ده ومستنيين منك الاعجوبه بتاعتك الجديده هاملت المليون. أيوة. صح كده. هاملت المليون. اوعدني انك انت تيجي ان شاء الله باذن الله طبعًا. اول ما نتفرج عليها طبعًا. ونحتفل بيها لانها يعني عرض مسرحي اعتقد انها هتبقى يعني خرافيه بالمقارنه بقهوة ساده وبعد الليل. اشكرك جدا يا خالد على وجودك ونورتني. تعيشي ربنا يخليك.